على كل كذلك أو يعني نذهب مباشرة إلى عمان، حيث ينضم إلينا من هناك أحمد عزام المحلل المالي الأول في مجموعة أكويتي للحديث أكثر عن الأسواق العالمية. أحمد صباح الخير، أهلا وسهلا بك معنا. لا شك أن الشغل الشاغل هو يعني في الولايات المتحدة. يوم أمس كنا تابعنا محضر الاجتماع الفيدرالي، أشاروا الأعضاء أنه الفيد يعني مقبل، يعني من المرجح أن يقوم بخفض أسعار الفائدة في اجتماع سبتمبر إذا أتت البيانات كما هو متوقع. الآن الأعين متجهة نحو جاكسون هول، هل يعني هناك يعني شيء جديد سنسمعه من جيروم باول جراء يعني مضي الفيدرالي قدما بأسعار الفائدة؟ صباح الخير نوف، شكرا للاستضافة. على ما أعتقد محضر الفيدرالي الأمريكي كان جيد جدا بالنسبة للتواصل مع الأسواق. الأسواق كانت تسعر احتمالية ركود مخاوف من تباطؤ العمل. إشارة المحضر الفيدرالي الأمريكي بأن نعم هناك تباطؤ بالنسبة لأسواق العمل، البطالة تسجل ارتفاعات لكن عن مستويات متدنية. هي إشارة جيدة من الفيدرالي الأمريكي لكي يحتوي مخاوف الأسواق التي كانت مع المؤتمر الصحفي الأخير بالنسبة لجيروم باول، التي ذكر مرارا وتكرارا أن أسواق العمل تتباطأ، وذكر بأنه المهمة مزدوجة بالنسبة للفيدرالي الأمريكي. ندوة جاكسون هول قد تكون هي تأكيدية على ما أعتقد بالنسبة لمحضر الفيدرالي الأمريكي، سيكون هناك إشارات بأن أرقام التضخم تقترب بالنسبة 2%، خاصة مؤشر الإنفاق الاستهلاكي الشخصي هو قرابة 2% فعلا. إشارة قد تكون جيدة من الفيدرالي الأمريكي بأن استقرار الأسعار يعتبر جيد لحتى الآن، تباطؤ العمل لحتى الآن قد يكون مسيطر عليه نوعا ما، بالرغم من أنه مبارح كان في مراجعة أيضا لأسواق العمل من وزارة العمل، تخفيض أسواق العمل أو الوظائف المضافة ل 68 ألف وظيفة شهريا، هي الأدنى من 2009. لذلك هناك مخاوف بالنسبة لأسواق العمل. على ما أعتقد ندوة جاكسون قد تكون هي تجديد بشكل أكبر على أن نعم أسواق العمل تسجل تباطؤ لكن ليست مخاوف، هي قد تكون محاولة من جيروم باول مرة أخرى لمحاولة احتواء الأسواق التواصل بشكل أكبر، بالرغم من أنه شهر 9 قد يكون هناك إشارات أيضا أكبر، مع لأنه عندنا الدوت بلوت قد يكون هناك أيضا وجود أداة بالنسبة لجيروم باول لإعطاء الأسواق بأن تخفيض أسعار الفائدة قد يكون تدريجي نصف 50 نقطة أساس. أعتقد بأنها قد تكون هي مخيفة للأسواق أكثر من أنها قد تحتوي الأسواق. 50 نقطة أساس هي قد تكون دليل واضح بأن الفيدرال الأمريكي ليس فقط متأخر عن تخفيض أسعار الفائدة، لا بل هو يخاف أيضا من تراجعات النمو الاقتصادي، فبالتالي قد تكون هي دليل واضح. لذلك أعتقد أن التواصل كان جيد، وندوة جاكسون هول سوف تكون هي تجديد على تواصل الفيدرالي الأمريكي بأن 25 نقطة أساس قد تكون هي الرقم الأفضل أو التخفيض الأفضل بالنسبة للفيدرالي الأمريكي. طيب أحمد، الآن يعني بالطبع نحن أمام وتيرة خفض أسعار الفائدة، نلاحظ ضخ كبير على الدولار، هل نتوقع استمرار هذا الاتجاه؟ يعني صباح اليوم الدولار يقف عند أدنى مستوياته في أكثر من عام أمام الباوند ستيرلينج وأمام اليورو. نعم، يمكن نص هو المحرك الأساسي بالنسبة للدولار الأمريكي هي توقعات الأسواق. الأسواق يعني لما توقعت 50 نقطة أساس كان الضغط أساسي على الدولار الأمريكي. أرقام اقتصادية قد تكون هي سيئة بعض الشيء من ناحية النمو الاقتصادي، بالرغم من أن مبيعات التجزئة قد خفتت شوي بالنسبة لمخاوف الأسواق، لكن بشكل عام بالنسبة للأرقام الاقتصادية لا تزال هناك مخاوف، فبالتالي محرك الدولار الأمريكي هي مخاوف الأسواق، هي توقعات الأسواق. حتى لما ننتقل من 50 نقطة أساس أعتقد بأن الأسواق تسعر بثلاث تخفيضات أسعار فائدة، فبالتالي الضغط على الدولار الأمريكي بأن يكون الفيدرالي الأمريكي متحرك بتخفيضات أسعار الفائدة أكثر من نظرائه بالنسبة للاتحاد الأوروبي بالنسبة لبريطانيا، فبالتالي تباين السياسات النقدية حتى نهاية العام ربع أخير تباينها بالنسبة لتوقعات الأسواق بأن الفيدرالي الأمريكي قد يخفض أسعار الفائدة أكثر من نظرائه، هذا هو ضاغط أساسي بالنسبة للدولار الأمريكي. يمكن تداولات اللحظة بالنسبة للبيانات الاقتصادية قد تكون ضاغط أساسي، أقصد هنا بأنه أي رقم اقتصادي يعتبر سلبي في أسواق العمل، أي رقم سلبي من ناحية النمو الاقتصادي والضغوط على النمو الاقتصادي قد تكون دافع أكبر على المبيعات أو على بيع بالنسبة للدولار الأمريكي، فبالتالي أعتقد بأن الضغط على الدولار الأمريكي السلبي قد يستمر حتى اجتماع شهر سبتمبر، إلا إذا طبعا جيروم باول استخدم إشاراته بشكل أكبر في ندوة جاكسون هول وحاول أن يحتوي الأسواق بأن أسواق العمل لا تزال تعتبر جيدة، وأشك في ذلك. لذلك أميل إلى الضغط السلبي على الدولار الأمريكي حتى اجتماع شهر سبتمبر مع تخفيض أسعار الفائدة وإشارات جيدة بالدوت بلوت بأن
قد لا يكون هناك تخفيضات فائدة كما تعتقد الأسواق. طيب أحمد، الآن نشهد ضغط كبير على أسعار الدولار، توقعات بخفض أسعار الفائدة، لماذا أسعار النفط تتراجع بهذا الشكل؟ يعني من ناحية نايمكس يتراجع اليوم للجلسة الخامسة على التوالي، وبرنت للجلسة يعني إذا ما استمر بهذه الارتفاعات الطفيفة يعني ينهي تراجعات استمرت على مدى 4 جلسات متتالية، ولكن ما الضغط؟ يمكن أن المخاوف الأساسية هنا النفط هي تخمة المعروض وقلة الطلب، مخاوف شديدة طبعا، مما أشار إليه أيضا أوبك في آخر تقرير عن ما خفض الطلب العالمي في العام الجاري 135,000 برميل. الطلب العالمي يعتبر ضاغط أساسي سلبي بالنسبة للنفط، مخاوف أن يكون الطلب ينحدر بشكل أكبر جراء تراجعات أرقام النمو الاقتصادي بالنسبة للصين من ناحية، أو مخاوف حتى تراجعات النمو الاقتصادي من الصين، مخاوف بأرقام تصنيعية بالنسبة للصين متدنية في الفترة الماضية، حتى الريتيل سيلز بالنسبة للصين يعتبر سلبي في الفترة الأخيرة، فبالتالي المخاوف من أرقام السلبية بالنسبة للصين كانت ضاغط أساسي على أن الطلب قد يخفض في الفترة القادمة بالنسبة لي النفط الخام. أعتقد أن الورقة الرابحة بالنسبة لأوبك في محاولة احتواء الأسعار هي تمديد التخفيض الطوعي، ولا أن لا يتم أي إجراء بتقليص ذلك التخفيض الطوعي، فبالتالي أتوقع الورقة الرابحة في يد أوبك بلس في الاجتماع القادم أن يكون هناك مزيد أو إشارات لمزيد من التخفيض الطوعي، بالرغم من أنه التخفيض الطوعي كما يشار له بأنه لم يتم الالتزام فيه بشكل كامل وبشكل دقيق، إلا أنه هو أداة قد يستخدمها أوبك بلس، وإلا قد يكون هناك ضغط سلبي. أعتقد الـ WTI خام غير تكساس قد نصل إلى مستويات 67 في الفترة القادمة نوف، فيما لو لم يتحرك أوبك بلس بشكل سريع وألا يجري أي عمليات تخفيض على التقليص الطوعي. بالتالي ترجح توقعات جولدمان ساكس بهبوط خام برنت إلى مستويات 68 دولار. نعم، على ما أعتقد هي الضغط الأساسي الصين، الأرقام السلبية واضحة بالنسبة للصين، يعني مع السياسات النقدية، السياسات التسهيلية بالنسبة النقدية والمالية بالنسبة للصين تسهيل بشكل متتالي، لكن حتى الآن الأرقام الاقتصادية تعتبر مخيفة، حتى أنه النمو الاقتصادي 5%، أعتقد قد يفشل الاقتصاد الصيني في تحقيقه هذا العام، فبالتالي الضغوط السلبية على الطلب المنحدر في الفترة القادمة أعتقد بأنه قد يكون دافع أساسي بالضغط النفط، خاصة لو سعرنا حتى مخاطر التوترات الجيوسياسية مع تقلصها في الفترة الماضية، أعتقد بأنه نعم ضغط سلبي بالنسبة للنفط. طيب دعنا كذلك نتحدث يعني من ناحية أخرى، في ظل المعطيات التي كنت أتحدث عنها، ضعف الدولار وتوجه نحو خفض أسعار الفائدة، على عكس أسعار النفط الذهب مرتفع بقوة، يعني تراجعات طفيفة صباح اليوم ولكن يبقى يحوم فوق مستويات 2500 دولار. إلى أين؟ هل ترجح مستويات 2700 دولار نهاية هذا العام، أم أنه نحن متجهين ربما لمستويات 3000 في حال كذلك يعني فوز دونالد ترامب في الانتخابات الرئاسية؟ يمكن تتفق معي نوف في الفترة الماضية أن السلوك السعري بالنسبة للذهب والتحركات السعرية فأصبحت مختلفة عن العام الماضي، يعني الحركة السعرية اليومية بالنسبة للذهب أصبحت مرتفعة، الفولتاليتي يعتبر مرتفع جدا كسلوك سعري بالنسبة للذهب من ناحية. من ناحية أخرى كل المعطيات الاقتصادية التي تم تسعيرها بالنسبة للذهب، سواء مخاوف ركود، سواء حتى لو بدنا نعتبر أنه احتمال وجود موجة قادمة بالنسبة للتضخم كغطاء للتضخم، تخفيض أسعار الفائدة المبالغ فيها بالنسبة للأسواق وتوقعاتها، جميعها كانت تعتبر دافع أساسي بالنسبة للذهب مع التوترات الجيوسياسية وارتفاع حدتها في الفترة الماضية، بالتالي الضغط كان بالنسبة للذهب وارتفاعاته الإيجابية بالنسبة للذهب كانت مبررة بشكل كبير. لكن هنا نوف أعتقد لو أو المخاوف بالنسبة لي الذهب وتداولات الذهب هي الارتفاعات السنوية تجاوزت 20%، فبالتالي يعتبر ارتفاع قوي جدا، لن أقول هنا مبالغ فيه بالنسبة لأداء الذهب، لكن يعتبر ارتفاع قوي جدا فيما لو قارناه في الأداء التاريخي بالنسبة للذهب، فلذلك أميل بأنه لو سجلنا ارتفاعات إلى مستويات 2650 إلى مستويات 2070 قد نحصل على كوركشن هناك، خاصة لو حصل بأن الفدرال الأمريكي لن يقوم بتخفيض أسعار الفائدة كما تعتقد الأسواق 3 مرات، لو اتجهنا إلى تخفيضين لأسعار الفائدة أعتقد بأنه قد يكون هناك كوركشن، قد يكون هناك بعض التصحيح بالنسبة للذهب في الفترة القادمة. طب يعني أحمد، هل تنصح المتداولون بالشراء عند هذه الأسعار؟
يعني هي أسعار قد تكون يعني صعبة جدا نوف بالنسبة للشراءات. طبعا دولات الزخم هي تؤيد إمكانية الشراء لأي أصل مالي يحقق أرباح يحقق أو حتى اتباع سلوك القطيع بالشراءات، لكن أعتقد أنه مستويات لو قارنا إمكانية الحصول على العائد إلى مستويات 2700 أو حتى إلى مستويات 3000 مع مقارنات إمكانية الدخول من مستويات قد تكون منخفضة بالنسبة للذهب لو حصل التصحيح، لذلك أميل إلى البقاء خارج الأسواق لمن لم يستثمر في الذهب إلى وصول إلى مستويات قرابة 2200 قرابة مستويات 2100 لو حصل التصحيح، ثم إمكانية الاستثمار بالذهب من مستويات أفضل نوب. جزيل الشكر لك أحمد عزام المحلل المالي الأول في مجموعة أكويتي.